يعني سيد مروان، ما مصير مباحثات جنيف خصوصا بعد انسحاب الحوثيين منها؟ يعني أيضا كيف يمكن للمجتمع الدولي الضغط إذن على الحوثيين من أجل التوقف أيضا عن الانتهاكات والمساهمة بشكل عام في حل الأزمة؟ في البداية دعيني أعود إلى بعض الوقت في التاريخ إلى الوراء، نذكر بأن سلوك إفشال المشاورات ليس بجديد على هذه الجماعة المتمردة، بل هو سلوك عام يحصل عند بداية كل تشاور أو تفاوض. إذا عدنا منذ العام 2003 منذ بداية نشأة هذه الجماعة، ففي كل حرب خلال الحروب الثمانية مع الدولة كنا نقف الحرب إلى التفاوض والهدان وكذا، وكانت تنقض كل هذه الاتفاقيات وكل الهدان. في حزيران من العام 2015 تأخر الوفد الانقلابي ليوم كامل بتهم افتراءات باطلة بأن الطيران المصري والسوداني لم يسمح للطيران الذي يقول لهم من المرور فوق أجواء هذه البلدان. تأخرت المشاورات من الرابع عشر إلى السادس عشر بما يقارب يومين. في مشاورة بييل تغيب الوفد الانقلابي دون أي أسباب، لتأخر هذا الوفد مجرد إفشال لهذه المشاورات ومجرد إفشال لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن. في اليمن منذ الحرب الأولى كما قلنا لم يلتزموا بأي شيء من هذه الاتفاقيات إطلاقا، وفي هذه المشاورات التي سبقها شهرين ونصف من التنسيق والجهود والترتيب لهذا التشاور تم تقديم الضمانات بحضورهم وبحضور الوفد الحكومي لهذا التشاور، ثم يقوم وفد الانقلابيين بخلق اعبار واهيه تاره بان التحالف لم يسمح للطائره بالهبوط وتاره لعدم حصولهم على ضمانات من الامم المتحده للسماح لهم بالعوده الى اليمن. كلها اعذار غير صحيحه. اذا عفوا سيد مروان لضيق وقتي، يعني هل هناك طريقه يعني يستطيع المجتمع الدولي الضغط بها على الحوثيين من اجل المساهمه في ايجاد حل؟ نعم، يجب على الأمم المتحدة أن تضغط عليها بعدة طرق، وإلا عليها أن تطبق القرار 22/16 الذي صدر من الأمم المتحدة، وعليها أن تضغط بكافة السبل إلى بهذا الاتجاه، وإلا إن لم نصل في حل في جنيف فسنصل على أرض الواقع بالبير جنيف بقوات التحالف والجيش الوطني إلى صعدة وصنعاء بإذن الله. نعم وضحت، أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سيد مروان الترب، كنت معنا من جنيف.